المباراة الأولى بالنسبة لكم مباراة الدحيل ووجود النادي الأهلي قبلها بأسبوع تقريبا، هل ده فرق معاك؟ ايوه طبعا، هي بتبين لك القيمه الكبيره تبع البطوله دي بالنسبه للمسؤولين تبع النادي الاهلي. هما انت رحت قبل كل الفرق هناك اسبوع وانت تحضر مقابله امام فريق اللي مش راح نقول غريب، بس هي فريق مش راح تواجهه الا في بطوله زي بطوله كاس العالم للانديه. الحمد لله درسنا كويس مع الطاقم التقني، وبرضو الحاجة الإيجابية في الماتشات الأخيرة أننا أصبحنا نتفرج على الماتشات تبع الخصوم تبعنا، وكل لاعب يركز في اللاعب اللي راح يكون جنبه، والحاجات دي فرقت معنا في الماتشات الحمد لله.